من أشهر الأمثلة الطريفة عند العرب القدامى قولهم: عاملنا معاملة العلوق ترأم فتشم. فما معنى هذا المثل وما قصته؟ ورد في لسان العرب للعلامة ابن منظور: العلوق هي التي لا تحب زوجها، ومن النوق التي لا تألف الفحل ولا ترأم الولد، ورأمت الأنثى ولدها، أي أحبته وعطفت عليه. وقيل إن الناقة العلوق هي التي ترأم صغيرها فتشمه بأنفها، ولكن لا تدر لبنا لإرضاعه. وفي ذلك قال الشاعر: وبدلت من أم علي شفيقة، علوقا وشر الأمهات علوقها. وفي قول أفنون التغلبي: أم كيف ينفع ما تأتي العلوق به، رئمان أنف إذا ما ضن باللبن. وقصة المثل هي أن رجلا كانت له حاجة عند صاحبه، وكان كلما ذهب إليه استقبله بحفاوة وترحيب دون أن يقضي له حاجته. فلما سئل عن ذلك قال: عاملنا معاملة العلوق ترأم فتشم. وصار قوله مثلا يتداوله الناس، ويضرب عند ذهاب المرء إلى شخص ما لطلب أمر، فيقابله بمعسول الكلام وكثرة الترحيب والوعود الزائفة، لكن دون أن يلبي طلبه. وهو ما قصده الشاعر النابغة الجعدي بقوله: وما نحني كمناح العلوق، ما ترى من غرة تضربي.